لا بأس. قول لله الحمد لله يا رب. الحمد لله. لا بأس. كان علي سريات يتدخل على حكايه الترابلسيه، باش نحكي لكم كيفاش بالضبط وقعت الحكايه. ساعه من لوتريز هما عائله الترابلسيه هجموا لهم على ديارهم، دونك جاوا باتوا برشا فيهم في شو اسمها دار سيدي ظريف الفوق بحذا ليلى، وما قالتش البن علي ومخبي عليها، وخاطر ماهوش عائلتها المقربه، برشا من الناس جاوا 30 واحد وشافوا لهم جريري ورقدوا ناس في الكراج وناس حاسيلوا كيفاش كل واحد كيفاش راه. يا لطيف ما تقولش نوف اللي يفدلك بالحق، معناتها عندي ملاحظه. فرحات حشيت كي نشوف هكا واحد يجي علي جزيري بالضبط. ايه نحاول. الحمار الحمار حتى يسكت الجدار. وحدك تتفرج فيه في التلفزه في روسيا؟ في روسيا وقت، في روسيا كلكم عبيت تحب انت وقت استانا دي استانا نار سبت جعفر 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 ما تكذبش. بلايتي صغير عيط يبكي على ماماك، شادت كرة لا شادت راس بابات، وسط الحرب في وسط الحرب برشا كرتوش وبرشا فرقة. عبد الرحمن سوقير، معناتها نعاود لك نوف الورتاني يخدم مخه، ومادام رفضت تجاوب على انك تاكد الحكايه معناتها. انت برك خدمت مخك، انت تونسي كل خدمه مخاخ. انا 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 ديجا خدمت مخي، قلت فهمت خلينا نعمل فيها بطل ونتقلب على الثوره في مش ناخذ منصب شويه. هاي الحقيقه جيت جي. ضيعت علي مستقبلي يا روميو، وضيعت علي الخطاب. اسمع يا روميو، ما عادش نخرج معاك جمله، انا راني بنت فاميليا ونخاف على سمعتي. ما عاد نخرج معاك. خلوني في جنبه قلبي مع قلبه. الام 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 ربي نسمع الام الام الام. ثبت من روسيا انت؟ ثبت من روسيا؟ ارسول انحب ونكره امه. انحب ونكره امه. دخلت للكوجينا. دخلت للكوجينا. خرجت من الكوجينا. خرجت من الكوجينا. وعفست. وعفست. واركح غادي.